الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أول حاجة عايز أقولها لكم قصص الخلاص على أنواع. ففي نوع يأتي فيها الخاطئ للرب مثل الابن الضال لما جه وقال أخطأت إلى السماوات وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجرائك، ومثل العشار اللي راح للهيكل ووقف من بعيد وقال ارحمني يا رب فإني خاطي فخرج مبررا. وفي نوع يأتي الرب إليه كعذراء النشيد اللي جه ربنا وقرع على الباب بتاعها وقال لها افتحي لي، وكما ورد في سفر الرؤيا أن الرب بيقول أنا واقف على الباب وأقرع، من يفتح لي أدخل وأتعشى معه. ولكن سواء كان الشخص يأتي إلى الرب أو يأتي الرب إليه لابد من عنصر الاستجابة البشرية، لازم، لأن عذراء النشيد الرب جه ليها وهي لم تستجب فتحول وعبر وقالت نفسي خرجت حينما أدبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. ده الرب جه ليها وهي لخبطت. الشاب الغني جه لربنا وربنا اداله النصيحة فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة، إن ما فيش استجابة. في قصة زكا اجتمعت إرادة ربنا مع إرادة زكا. ربنا قال له يا زكا اسرع وانزل لأني اليوم أتعشى في بيتك، وزكى فتح له بيته وكان فرحان بيه، وربنا قال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت. إذن المهم إن الإنسان يستجيب لربنا سواء ربنا هو الذي أتى أو هو الذي ذهب. الله يريد أن الجميع يخلصون، لكن المهم أن تتحقق رغبة الناس مع رغبة الله، إرادة الناس مع إرادة الله. قيل عن ربنا أنه جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، لكن المهم أن هذا الذي جاء الرب يخلصه يقبل الخلاص ويوافق عليه وتتفق إرادته مع إرادة ربنا. بنقول في الصلاة في كل يوم الداعي الكل إلى الخلاص من أجل الموعد بخيرات المنتظر، بيدعو الكل. لكن أيضا قيل إن كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. قصة الخلاص سعت إلى سادوم، فأصهار لوط لم يتجاوبوا، وقيل إنه كان كمازح في وسط أصهار، وبقيت الحكاية في أسرته فقط، هو وزوجته وابنته. وحتى في السكة
وهم في أيدي الملائكة، المرأة لم تستجب وصارت كعمود ملح، وخرج لوط لوحده هو وابنته. يبقى قصة الخلاص سعت إلى المدينة كلها، لكن الذي استجاب واتحدت إرادته مع إرادة الله كان عدد قليل فقط. نيجي لموضوع المرأة السامرية ونشوف أولا طول أناة الله وصبره. المرأة السامرية دي مشيت مع 5 رجال، وربنا شايف وساكت ومحتمل وما بيتكلمش، ونفس أهل السامرة كلهم من أول ما انفصلوا أيام يربعام الذي وقف ضد رحبعام ابن سليمان وكون له دولة لوحده وجاب له عجلين وحطهم على جبل السامرة وقال هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر، وربنا ساكت وصابر وشايف لغاية لما يأتي الوقت المناسب. يأتي الوقت المناسب لافتقاد المرأة السامرية ولافتقاد أهل السامرة. يأتي زمان افتقادهم وموعد خلاصهم، تمام زي الشيوعيين اللي كانوا في روسيا قعدوا يقولوا ما فيش ربنا، ما فيش ربنا، وقعدوا 70 سنة يقولوا ما فيش ربنا، ومات ستالين وهو بيقول كده، ومات لينين وهو بيقول كده، وربنا سامع وساكت إلى أن أتى زمان افتقدهم ورجعوا إلى الإيمان مرة أخرى. يبقى برضو نضع في ذهننا إزاي إن ربنا بيفتقد الناس اللي عايشين في الخطية، وهيجي لهم يوم وهو يبقى في داخله عطشان إلى هؤلاء الناس، زي ما احنا بنصلي ونقول يا الله إليك أبكر عطشت نفسي إليك، كمان ربنا بيكون عطشان لهؤلاء الناس. ولذلك قال للمرأة السامرية أعطيني لأشرب. هؤلاء الناس اللي بيفتقدهم ربنا بتكون مقابلة ربنا ليهم هي نقطة تحول في حياتهم، يعني تتحول حياة الشخص من طريق لطريق. كانت هذه اللقاءات نقطة تحول بالنسبة للمرأة السامرية وبالنسبة لأهل السامرة، نقطة تحول بالنسبة لمريم المجدلية، نقطة تحول بالنسبة لزكا. وربنا لما بيفتقد مش بس بيفتقد الكبار زي بطرس ويعقوب ويوحنا، إنما بيفتقد أيضا الخطاة، بيفتقد العشارين، وبيفتقد نيقوديموس اللي كان خواف. وبيفتكر بيفتقد شاول اللي كان مضطهد الكنيسة. برضو شاول ده لم يسعى إلى المسيح، إنما المسيح هو الذي سعى إليه، لكنه استجاب. أول ما قال له لماذا تضطهدني؟ قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ زي ما قال له نفس. العجيب في التاريخ وفي الكتاب المقدس في شخصيات قوية ومؤثرة إذا انجذبت إلى المسيحية وإلى الطريق الروحي تكون مكسب كبير وسبب بركة.
زي شاول الطرسوسي، شخصية قوية ومؤثرة، أول ما اكتسب للإيمان بقى بركة ومكسب كبير للكنيسة. وفي أشخاص من فلاسفة الوثنية لما انجذبوا للمسيحية صاروا فلاسفة مسيحيين. في شخصيات قوية زي القديس أغسطينوس لما انجذب للمسيحية صار عامل قوي في روحيات الكنيسة كلها على مدى الأجيال، لأن شخصية قوية مؤثرة. المرأة السامرية دي إنسانة قوية، قوية في اجتذاب الرجالة وقوية في طرد الرجالة، بس قوة خاطئة. وأيضا كانت على الرغم من خطاياها وإنسانة ماشية في الخطية كان عندها معلومات دينية كتيرة، كان عندها معلومات دينية كتيرة، وكانت تعرف تجادل وتتناقش حتى مع المسيح. أول ما قال لها أعطيني الأشرب قالت له أنت يهودي وأنا امرأة سامرية، واليهود لا يعاملون السامريين، إزاي بتكلمني؟ يعني بنت مش خاطئة وتمشي جنب الحيطة ومكسوفة من نفسها، لا دي عينها مفتحة وتقدر تجادل. وتقول المسيح نفسه أنت يعني بتكلمني إزاي؟ أنت مش عارف أنا مين؟ أنا سامري وأنت راجل يهودي واليهود لا يعاملون السامريين، فأنت يعني خرجت عن القاعدة والتقاليد بتاعت آبائك وأجدادك. طبعا المسيح تجاهل النقطة دي شوية كده. صحيح اليهود لا يعاملون السامريين، لكن أنا جئت لأخلص السامريين. جئت إيه؟ لأخلصك أنت وأخلص شعبك من السامريين. صحيح اليهود لا يعاملون السامريين، لكن أنا جئت لأصالح السمائيين مع الأرضيين، وأصالح اليهود مع السامريين، وأصالح اليهود مع الأمم. عشان كده قال لها لو كنت تعرفي مين اللي بيكلمك، لكن ما ردش على حكاية اليهود والسامريين. قال لها لو كنت عارفة مين اللي بيكلمك لكنت تطلب منه الماء الحي. الماء الحي اللي أنا أعطيه من يشرب منه لا يعطش أبدا. هي اتشعلقت في كلمة الماء الحي ونسيت عبارة لو كنت تعلمين مين اللي بيكلمك. لكن حكاية مين اللي بيكلمك مجادلة ومقوحة. قالت له ان انت اعظم من ابونا يعقوب، انت اعظم من ابونا يعقوب اللي ادانا البير ده وشرب هو منه هو واولاده ومواشيه. برضه السيد المسيح ساب النقطة دي. في أوقات في المناقشة تستلزم قاعدة المناقشة أن الواحد لا يجاوب على كل سؤال وعلى كل تعليق، يقول كلام يغطي عليه لكن مش كل كلمة يجاوب عليه. لما قالت له هو أنت أعظم من أبونا يعقوب ما ردش على دي. ولما قالت له طب اعطيني من الماء الحي، هو كويس ان المرأة السامرية دي ماشية في الخطية، وكل ما يجي راجل توقعه لغاية لما جه الراجل اللي تقف قصاده خايفة تقول له يا سيد. في كل كلامها كانت تكلم المسيح تقول له يا سيد، له هيبة معينة. قالت له يا سيد أعطني من هذا الماء الحي،
علشان ما تعبش نفسي واجي استقي من البير. برضه هي ما فهمتش يعني ايه الماء الحي، فاكرة الماء الحي زي الماء اللي بتاخده في الزلعة بتاعتها ولا الجرة بتاعتها. المسيح دخل بقى في الموضوع، قال لها طب اذهبي وادعي زوجك. ابتدى يدوس على الدمل على الجرح اللي يوجع. اذهبي وادعي ايه؟ زوجك. قالت له يا سيد ليس لي زوج. طبعا كلمة ليس لي زوج نوع من الاعتراف، لأن هي معاها راجل لكن الراجل ده مش زوج. السيد المسيح فيما يكلم هذه المرأة كلمها بكل رقة وبكل ذوق وبكل ألفاظ خفيفة مقبولة. قال لها حسنا قلت إنه ليس لك زوج، لأنه كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو لك. هذا قلت بالصدق. صدقوني هي ما قالتش حاجة. ويوحنا الإنجيل لما قال القصة دي في الإصحاح الرابع ما قالش إنها قالت أي حاجة، غالبا كانت مكسوفة. ولها كان لك خمسة أزواج، تهز الرأس سكت. والذي معك الآن ليس هو لك، تهز الرأس بالإيمان. لكن المسيح قال لها حسنا قلتي. حسنا إيه قلتي؟ هذا قلتي بالصدق. بين كلمة حسنا قلت المديح في أول الكلام وهذا قلت بالصدق المديح في آخر الكلام وضع لها الخطية بتاعتها، إن كان لك خمسة. دي تعطينا فكرة عن طريقة تقبل الاعترافات. في كهنة لما يجوا ياخدوا اعتراف واحد يعصروه عصر لما يخرج يقول يا رب نجني من هذه الساعة، عايزه لازم يقول كل حاجة ودلوقتي، وأسئلة ورا أسئلة وأسئلة ورا أسئلة. جرى لك يا ابونا انت واحد وقع في ايدك يعني تشطب عليه؟ يعني ساعات تيجي واحدة تعترف على ابونا وتقول لي يا ابونا انا واقع في الخطية حللني، يقول لها الله يحلك. لكن لو قسيس قال لها وقع في الخطية، يعني ايه خطية؟ اي خطية تقصدي؟ تاني مرة مش هنشوف وش ابونا ده تاني، لانه انسان صعب. الاعتراف عايز رقة. السيد المسيح كان في منتهى الرقة في الكلام مع المرأة الخاطئة، لذلك نتيجة لرقته في الكلام معاها وعدم جرحه لشعورها قالت له يا سيد أرى إنك نبي، أرى إنك نبي. يعني بدأت تخش في الإيمان. كما أن المسيح تدرج معها هي أيضا تدرجت مع السيد المسيح في قبول سعيه لخلاصها. قالت له أرى إنك نبي. لكن على الرغم من إنها قالت كده كان أمامها مشكلتان لاهوتيتان عايزة تعرفه. ايه المشكلتين دول؟ مش كل مشكلة مكان السجود. هل الناس يسجدون في أورشليم في الهيكل هناك حسب تعليم اليهود
أم يسجدون في جبل السامرة حسب تعليم السامريين؟ السيد المسيح لم يدقق على كلمة جبل أورشليم ولا جبل السامرة، إنما قال لها الله روح والساجدون له ينبغي بالروح والحق إنهم يسجدوا، فتكلم إيجابيا دون أن يدخل في نقاش معها في هذا الموضوع. وده برضو يدينا فكرة إن احنا نتعلم الردود الإيجابية في المناقشة دون أن ندخل في صراع سلبي في بعض النقاط. النقطة الثانية إنها قالت له نحن نعلم أن المسيا الذي يقال له المسيح سيأتي، وإذا أتى يعلمنا كل شيء. عجيب أول المرأة الخاطئة دي بتتكلم عن المسيا ومجيئه والسجود في أورشليم ولا في السامرة. المسيح قال لها الذي يكلمك هو، يعني أعلن لها ذاته أنه هو المسيح. المسيح عمل دي مرتين ظاهرتين، مرة وهما الاثنين في إنجيل يوحنا، مرة مع الشخص المولود أعمى اللي شفاه لما رجع قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ قال له الذي يكلمك هو هو، يعني أعلن ذاته إن أنا ابن الله. ومع المرأة السامرة أعلن ذاته بنفس التعبير، مين المسيح؟ الذي يكلمك هو. لطيف أو السيد المسيح يعلن ذاته أنه هو المسيح لامرأة خاطئة من هذا النوع. المرأة بعد كده اتغيرت من جوه، كانت معاملة المسيح الطيبة لها وكان إعلانه لخفاياها، كل ذلك له تأثير عليها لدرجة أنها تركت جرتها عند البئر وذهبت إلى المدينة تقول للناس تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت، لعله هو المسيح. دي تذكرنا بامرأة تانية اللي هي المجدلية، كان عليها 7 شياطين، فلما المسيح أخرج منها الشياطين ودعاها إلى التلمذة على يديه، هي رخرة صارت مبشرة بالقيامة فيما بعد. ممكن إنسانة خاطئة تتحول إلى مبشرة، ده بقوة السيد المسيح يعني. والمسيح ذهب مع أهل السامرة وقضى عندهم 2 يوم، حاجة عجيبة دي، يعني مش بس إن هو يهودي بيكلم سامريين، ده قعد عندهم، بات عندهم وأكل عندهم وقضى عندهم 2 يوم، وآمنوا أنه هو المسيح مخلص العالم، وقالوا أن احنا نؤمن أنك أنت المسيح مخلص العالم. السيد المسيح كان ماشي في طريق الخلاص يرشد الناس. قصته مع المرأة السامرية تعطينا فكرة عن عدم احتقار الساقطين والضالين، عدم احتقارهم. زي ما قال بولس الرسول ان احنا يعني
ناخد بالنا من هؤلاء الناس وما يتكبرش الإنسان على إنسان ساقط أو إنسان ضال. إن استطاع أن يقود إلى الخلاص كان بها، إن لم يستطع يصلي من أجله لكن لا يحتقر في داخله. ربما وقت افتقاده سيأتي بعد حين كما حدث مع السامرية والسامريين، جايز وقت افتقاده يأتي بعد حين كما قيل عن السامرية والسامريين. أيضا نتعلم من قصة السامرية رقة الأسلوب في التخاطب حتى مع أشر الخطاة، رقة الأسلوب في التخاطب حتى مع أشر الخطاة. وطبعا الآباء الكهنة يأخذون درسا من السامرية في سهولة تلقي الاعترافات. ثم نأخذ درسا عاما لنا جميعا، وهو لكل أمر تحت السماوات وقت، لكل أمر تحت السماوات وقت، لخلاص السامريين وقت، وللقضاء على الشيوعية وقت، ولقبول الأمم وقت، لكل شيء تحت السماوات وقت، ولا نيأس من خلاص أحد. الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس، وربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس.